بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رفع الأجور ومنحة البطالة ومراجعة منح التقاعد، هذا ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، وسوف أضع لكم رابط الموضوع أسفل الفيديو منقولا لكم من موقع النهار، حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد، وكذا رفع منحة البطالة ابتداء من جانفي 2023. وأورد رئيس الجمهورية في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية اليوم السبت، هنا من المفروض والمنشور كان يوم أمس السبت، بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن، سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة، وكذا رفع منحة البطالة. وتابع رئيس الجمهورية أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب، ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل وقار، والقرار لاقى استحسان من قبل الشباب. وأكد الرئيس تبون أن الدولة الجزائرية ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية، قائلا: اقتصادنا اليوم بدأ يتعافى، وغايتنا هي تنمية داخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة بريكس. وأشار الرئيس تبون إلى أنه وخلال شهري جانفي وفيفري سينكب عمل الحكومة بإشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين بإشراك كل الفاعلين، تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين، وسيندرج ذلك في ميزانية 2023. وأكد رئيس الجمهورية أنه من بين ما حققناه هو وضع الجزائر اليوم المحيط الإقليمي والقاري والدولي والمتوسط وغير المتوسط بشهادة كل المنظمات المالية الدولية. وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: سنسعى دوما إلى الحفاظ على آلة الإنتاج والعمل. هذا ما ورد في هذا الموضوع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. نتمنى الخير للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.